والسكان وتطبيقاتها والحصول على مؤشرات إحصائية دقيقة وتشجيع شباب الباحثين من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية في نشر ومناقشة الدراسات والبحوث وكذلك مناقشة بعض المشاكل التي لها طابع قومي من خلال ندوات متخصصة وإيجاد حلول لهذه المشكلات. لذلك فإن هناك رؤية استراتيجية للمؤتمر تكمن في التنسيق والتعاون والتكامل بين المشاركين في فعالياته من أجل الخروج بأساليب ووسائل تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمعدلات التنمية بقطاعات المجتمع المختلفة وتدعم الانفتاح والعالمية في مجال الإحصاء وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاتها من خلال إنشاء آلية للتواصل بين المشاركين بما يحقق الاستمرارية وتحقيق الأهداف المجتمعية. يشتمل مؤتمرنا هذا على محورين أساسيين. المحور الأول ندوات لمناقشة مشاكل ذات طابع قومي والتي بلغت 22 ندوة، منها خريطة الفقر لجمهورية مصر العربية والعينات استخدامها في المسوح ومستقبل الطاقة في مصر. المحور الثاني جلسات علمية في مجالات الإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها والتي بلغت 4 جلسات تضمنت 22 بحث بمشاركة 30 باحث على المستويين المصري والعربي. نتقدم بالشكر إلى اللجنة الدائمة للإعداد للمؤتمر على جهدها المتواصل، ونتذكر دائما الأستاذ الدكتور أحمد عبادة سرحان مؤسس هذا المؤتمر، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة دائما. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر السيد الأستاذ الدكتور السيد مشعال عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة على استضافته لهذه اللجنة لمدة 7 أشهر متواصلة. الشكر موصول إلى السادة الأستاذ الدكتور أشرف السيد العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، الأستاذ الدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، الأستاذة الدكتورة غادة والي وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية على رعاية سيادتها للندوة التي ينظمها المركز القومي للبحوث الجنائية، الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وإصلاح الأراضي على رعاية سيادته للندوات التي ينظمها مركز البحوث الزراعية، الأستاذ الدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية الإحصائية المصرية، الأستاذ الدكتور عبادة أحمد سرحان رئيس جامعة المستقبل ورئيس المؤتمر، السيد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورئيس شرف المؤتمر، الأستاذ الدكتور عبد الحميد القصاص مدير معهد التخطيط، وأخيرا أرجو من الله التوفيق للجميع وكل عام وأنتم بخير. ومن الإحصائيين على تكوينها خلال الخمسينات من القرن الماضي، وذلك بهدف نشر الوعي الإحصائي والتعريف بأهمية الرقم وأهمية المعلومة الدقيقة لوضع السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، وبأهمية ذلك لمتخذ القرارات إذا ما قدمت له أو حصل عليها في الوقت الملائم وبالدقة اللازمة. ولقد ازداد دور الجمعية ومسؤولياتها في الستينات، ومع بداية أخذ الدولة بسياسات التخطيط الشامل والبدء في وضع الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف مضاعفة الدخل القومي. وفي هذه الأثناء عمل الرعيل الأول من أساتذة الإحصاء على إنشاء كل من معهد الدراسات والبحوث الإحصائية كأحد معاهد جامعة القاهرة، حيث تولى عمادته آنذاك الأستاذ الدكتور حسن حسين رحمه الله. وكذلك عملوا على إنشاء المركز الديموغرافي بالتعاون وفي إطار منظومة الأمم المتحدة، وتولى إدارته آنذاك الأستاذ الدكتور عبد المنعم ناصر الشافعي رحمه الله، وذلك لتوفير الكوادر اللازمة لهذه المرحلة في مصر والعالم العربي، وكلاهما من مؤسسي الجمعية الإحصائية المصرية. وتزامن مع هذه الأنشطة ومستلزماتها تطوير مصلحة الإحصاء وإنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للقيام بمسؤولياته
في توفير الإحصاءات الرسمية بالصورة وبالكم اللازم لأجهزة الدولة وللباحثين وللدارسين. ولم يتوانى أعضاء الجمعية عن تقديم الدعم اللازم لأنشطة الجهاز والمشاركة في العديد من لجانه الفنية ومؤتمراته. ومن جهة أخرى، انفتحت الجمعية على المنظمات والمراكز والأجهزة الإحصائية الإقليمية والدولية، حيث حرص أعضاؤها على المشاركة في العديد من المؤتمرات الخارجية لتبادل الخبرات وسعياً للحصول على منح دراسية لتأهيل شباب الإحصائيين تدعيماً لتواصل الأجيال. ومؤتمرنا هذا الذي يشرف بحضراتكم اليوم يمثل أحد أنشطة الجمعية التي عمل أستاذنا الراحل الأستاذ الدكتور أحمد عبادة سرحان على رعايته وتطويره وتنويع أنشطته وأهدافه على مدى ما يقرب من 4 عقود متواصلة، حيث أصبح انعقاده بمثابة عيد سنوي للإحصائيين. واليوم، وإذا استعرضنا رسالة وأهداف الجمعية الإحصائية المصرية ودورها بعد ما يقرب من 6 عقود على تكوينها، وفي ظل مستجدات ثورتي المعلومات والاتصالات، فسنجد إن رسالتها لازالت صالحة ومطلوبة، حيث لازالت مجتمعاتنا في حاجة إلى مزيد من الجهد في مجالات نشر الوعي الإحصاء والتعريف بأهمية الرقم والمعلومة ذات الجودة والدقة لأعمال التخطيط واتخاذ القرارات على أسس علمية سليمة ولمتابعة التنفيذ بعد ذلك. كما إننا لازلنا في حاجة إلى تكوين كوادر من الإحصائيين المؤهلين بالمهارات اللازمة لمتطلبات ثورتي الاتصالات والمعلومات ومتطلبات وتحديات العولمة. السيدات والسادة الأفاضل، شهدت مصر كما تعلمون وكما عصرتم حضراتكم ثورتين خلال 3 أعوام الماضية، والثورة تعني وتتطلب التغيير، والتغيير لا بد أن يكون الأفضل حتى تتحقق أهداف الثورة، ولا يمكن تحقيق التغيير لحياة أفضل أو لمستوى معيشة أفضل بكل ما يعني هذا المصطلح من دخل أفضل ومن خدمات صحية أفضل وخدمات تعليمية أفضل وفرص عمل حقيقية ومتاحة إلى آخر ذلك، إلا إذا توفرت الإحصاءات والمعلومات عن الواقع المطلوب تغييره للأفضل. أي أننا في هذه المرحلة الانتقالية في أمس الحاجة للإحصاءات والمعلومات الدقيقة حتى يمكن وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق التغيير المطلوب، خاصة ونحن على أعتاب استحقاق رئاسي وانتظر الشعب الكثير والكثير من الرئيس القادم. وفي هذا السياق وفي مسيرتنا نحو تحقيق غد أفضل، لا بد أن نضع أعيننا على الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها مصر حالياً، وأن نتدارس أفضل وأسرع الأساليب لمواجهة هذه الظاهرة بكل جدية، وأن نعمل على أن يتحمل الجميع مسؤوليته نحو ذلك، حكومة ومراكز بحثية وجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية ورجال الدين وأجهزة الإعلام، بل وجميع أفراد الشعب. فلا يخفى على حضراتكم إن هذه الزيادة تهدد تحقيق كل الآمال والطموحات، ولننظر وندعو الجميع لمشاهدة أرقام السعة السكانية التي وضعها الجهاز مشكوراً أعلى مبناه، بحيث يمكن أن نرى أن يرى الشعب أرقام هذه الساعة، وأن نعمل أن يعي الشعب معناها ومدلولها. وفي هذا الإطار ومن واقع مسؤوليات معهد الإحصاء وجمعية الديموغرافيين المصريين، ستنظم ندوة في إطار مؤتمرنا هذا
عن قضايا السكان والتنمية بعد ثورتي 25 يناير والثلاثين من يوليو، وندعو الجميع كما ندعو الوزارات والأجهزة المعنية للمشاركة بالرأي والحضور في هذه الندوة بإذن الله، حتى يمكن تقديم توصيات علمية سليمة بشأن هذه القضايا للرئيس القادم بإذن الله. وفي الحقيقة إن الإحصاءات والجغرافيا والتاريخ يقولون لنا إن مصر أكبر من مشاكلها بمواردها الطبيعية والبشرية، ولكن إذا تم تطبيق الحلول والأساليب العملية العلمية في مواجهتها. سيدات والسادة، آسف للإطالة، ولكن اسمحوا لي قبل أن أنهي كلمتي أن أعرب عن خالص شكر الجمعية لسيادة اللواء أبو بكر الجندي مضيفنا اليوم على كريم حرصه على استضافة مؤتمرنا هذا عاما بعد عام. واسمحوا لي كذلك أن أنقل لسيادته رسالة أعضاء الجمعية الإحصائية عن استعدادهم التام للتعاون مع أسرة الجهاز من أجل تحقيق الأهداف المشتركة كما أوصوهم بذلك أساتذته. أخيرا، أرى من الواجب علي أن أعبر عن شكري وتقديري لأمانة المؤتمر بقيادة كل من الأستاذة الدكتورة أحلام النجار والأستاذ الدكتور الكفراوي والدكتور مصطفى بدير والأستاذة سرية عامر وزملائهم لما قاموا به من جهد في تنظيم أعمال المؤتمر والإعداد له. كما أتقدم بالشكر لكافة الجهات والمؤسسات التي تتعاون مع الجمعية في تنظيم ندوات علمية في إطار هذا المؤتمر على مدار الأسابيع القادمة. أكرر شكري لأسرة الجهاز، وأكرر ترحيبي بحضراتكم، وأدعو الله عز وجل أن نلتقي العام القادم ومصرنا على الطريق السليم من أجل تحقيق أحلام شعب مصر في غد أفضل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.